الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا تجد له وليا مرشدا اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده حياكم الله جميعا ايها الاخوه ابكم وابصحكم ووشاكم وتبوؤكم جميعا من الجنه المرسله الحمد لله في هذه الصباح المبارك ان شاء الله نستمع في هذه المكان في معهدنا المحبوب معهد الشريمه الاسلامي الاخير القران الكريم وقد جلسنا اليوم في سلسله الدورات الشرعيه العالميه المكثفه الخامسه ونجلس في هذه المره في مع فضيله الشيخ الدكتور مصطفى دين البوه من دمشق وايضا الشيخ انس البوه و نبدا ان شاء الله في هذه الصباح وها هو سيد الايام عندنا يوم الجمعه فلعل هذه البدايه في هذه العيد الاسبوعي عندنا سيكون ابتداء مباركا لمحاضرتنا وجلستنا من خلال الاسلوب الآتية ونبدا بالبسمله هذه المحاضره بسم الله الرحمن الرحيم وثانيا الارض بقراءه ما تيسر من القران والذي سيقراها فضيله الاستاذ اشمعي محفوظ فليتفضل مشكورا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة كافرون وبينهما حجاب وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا بسيماهم ونادوا أصحاب الجنة أن أن أفيدوا أن
حفيظوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله. قالوا إن الله حرمهما على الكافرين الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا وغرتهم الحياة الدنيا فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا وما كانوا بآياتنا يجحدون. هي كلمة الترحيب من معهد الكريمة للسلام لتحفيظ القرآن الكريم والذي سيلقيها مدير المعهد فبفضيلة الشيخ الفاضل شهاب الدين عبد الخميس فليحط التشكور. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فضيلة شيخنا الفاضل الدكتور مصطفى ديب البغى حفظه الله تعالى، فضيلة أستاذنا الكريم الحبيب الأستاذ أنس بغى حفظه الله تعالى، وفضيلة الشيخة من أهل الشيخ مصطفى الدين البغى حفظه الله تعالى. فيا أيها الأساتذة الكرام والمشاركون والمشاركات، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير، أهلا ومرحبا بكم بحفلة الافتتاح للدورة الشرعية الخامس التي سينفذها المعهد العالي لتحفيظ القرآن الكريم، معهد الشكريمة الإسلامي لتحفيظ القرآن الكريم والدراسة الإسلامية. والحمد لله في هذه الفرصة يسرنا ويشرفنا أيها المشاركون والمشاركات أن يكون معنا وبضيافتنا وبصحبتنا صاحب الفضيلة الشيخ الدكتور مصطفى الدين البغى وكيل الكلية الشريعة للشؤون العلمية بجامعة دمشق، وهو جزاه الله أحسن الجزاء من أحد علماء الكبار في بلاد دمشق خاصة وبلاد العالم وبلدان العالم الإسلامي عامة. ونسأل الله دائما أن يعافيه ويقويه ويجعل جميع عمره بركة للمسلمين إن شاء الله. باسمكم جميعا أيها المشاركون والمشاركات، نرحب بصاحب الفضيلة الشيخ الدكتور مصطفى ديب البغى فنقول له أهلا وسهلا ومرحبا بقدومكم بهذا المعهد المبارك. والحمد لله بحضور وزيارة الشيخ لا أستطيع والكلمة منقطع والكلمة محدودة. الشكر على الله عز وجل وشكر لفضيلة الشيخ الذي جاء مع أهله وابنه لمدة بعيدة لمدة طويلة والمسافة بعيدة، وأتعبناهم لمدة أسبوع، ونسأل الله أن يجعل هذا العمل في ميزان حسناته وأهله. فأيها الإخوة المشاركون والمشاركات، والحمد لله يسعدنا في هذه الدورة
إن شاء الله سنقيم الدورة بقراءة كتاب التذهيل في أدلة متن غير التقريب والمشهور بمتن أبي شجاع في الفقه الشافعي. وهذا الشرح طبعا الشرح من فضيلة أستاذنا الكريم صاحب الفضيلة أستاذ الدكتور مصطفى الدين المغار. فطبعا نقدم هذا الكتاب، هذا الكتاب صغير الحجم عظيمة الفوائد، ولذلك نسأل الله أن ييسرنا ويباركنا في هذه الدورة. ودائما أقول لكم جزاكم الله أحسن الجزاء على حضوركم واهتمامكم في هذه الدورة، ونسأل الله أن يجعل هذه الدورة متكررة في المستقبل إن شاء الله، وسيجلس معنا دائما روتينيا، ونرجو الله أن يقويه أن يزورنا لمدة يعني على الأقل مرتين في السنة. بارك الله فيك. نعم. الحمد لله وسمحنا يعني أعطلناكم، ومباشرة نحن نريد أن نسمع كليمات من فضيلة شيخنا فضيلة شيخنا الفاضل مقدما في حفلة الافتتاح، ونرجو من دعائه لنا وحتى نستفيد منه من جميع علومه وجميع معلوماته وجميع أخلاقه. وجزاه الله أحسن الجزاء، ونكتفي بهذا، وإن كان هناك فيه الخلل والزلل في تجهيز جميع البرنامج في هذه الدورة وخاصة فضيلة الشيخ، فنحن ربما مقصرين في ضيافتكم، فنستعفو منكم وخاصة للمشاركين وعامة المشاركين، إن كان هناك في تقصير عندنا فنستعفو منكم. وجزاكم الله أحسن الجزاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ويسمع الكلمة الأخيرة الثانية من الدكتور الشيخ سبحان الدين الحبوة فإنه قال تعالى من الغضب المشكور. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة والسلام التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه سائر الأنبياء والمرسلين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإنني أشكر إدارة هذا المعهد والقائمين عليه على هذا الفضل الكبير الذي بلغ منهم لدعوتي وولدي إلى هذا البلد من أجل أن نشاركهم في بعض الخير إن شاء الله تعالى. في الحقيقة يعني من جهود هذا المعهد مشكورة، ولهم الأجر الكبير من الله تبارك وتعالى، ونحن تكبدنا بعض المتاعب في طريقنا، فهذا مأجور إن شاء الله عز وجل، ومثل أجره في صحيفة الطالبين على هذا المعهد، لأنهم هم السبب والساعي إلى الخير كفاعله، كما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل فيكم وفي كلنا الخير الكثير، وأن يكون منكم ومن كلنا الدعاة والداعيات إلى الله عز وجل لهذا الدين الذي ارتضاه الله سبحانه وتعالى للناس جميعا. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، وأملنا كبير في أن تكون جهودكم نافعة، وأن تكون سببا لأن يتفقه المسلمون في دين الله عز وجل، ويتعرفوا أكثر فأكثر على شرع الله تبارك وتعالى،
وتكون أيضا سببا في أن يدخل في هذا الدين من أراد الله تعالى به خيرا، ولأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك مما طلعت عليه الشمس أو غربت. وهذا الأمل كبير الحمد لله. نحن الآن في وقت صحر العالم فيه وأخذ يبحث عن الحقيقة، وإن كان أعداء الحق كثيرين يجهدون من أجل أن يباعدوا الناس عن الحق، ولكن يأبى الله تعالى إلا أن يتم نوره. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون، ويخر ولو كره الكافرون. نسأل الله عز وجل أن يكرمنا بأن نكون قائمين بواجبنا على الوجه الذي يرضيه سبحانه وتعالى. وإدارة هذا المعهد اختارت أن تكون هذه الدورة في الفقه، ذلك استجابة وتلبية وتحقيقا لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، وتحقيقا لقوله تعالى: فلولا نفر طائفة منهم يتفقهون في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. والفقه في الدين يعني دقة الفهم للأحكام الشرعية، أصل الفقه في اللغة الفهم، والفهم الدقيق يقال فقه الرجل إذا يعني فهم فهما دقيقا، وفقه صار فقه سجية له وطبعا له. وفي اصطلاح الفقهاء الفقه هو معرفة الأحكام الشرعية العملية. تعلمون أن هناك أحكاما اعتقادية، وأن هناك أحكاما أخلاقية، فالفقه يبحث في الأحكام العملية، الأحكام الشرعية العملية المستفادة من الأدلة التفصيلية. هناك أدلة إجمالية: الكتاب، السنة، الإجماع، القياس، الاستصحاب مثلا إلى غير ذلك. تفصيل
جزئي يعني يدل على حكم معين. نعم. ولا تنكحوا المشركات لحكم خاص لا يتدل عليه. الحديث مثلا الماء البحر هو الطهور ماء هو الطهور ماء الحل ميتة هذا دليل تفصيل يعني يدل على حكم معين. السنة دليل إجمالي هذا دليل تفصيل. وهكذا المستفادة من أدلتها التفصيلية. إذا نحن الآن ندرس الفقه لأن يعني حاجة الناس أكثر فأكثر إلى الفقه في الدين، وأكثر ما يقع من خلل في البلاد الإسلامية في هذه الأيام بسبب جهلهم في الفقه في الدين الأحكام الشرعية العملية. يحصل نزاع بين الزوج وزوجه سببه عند البحث نجد الجهل بالأحكام الشرعية، ما هي واجبات الزوج، ما هي واجبات الزوجة، ما هي حقوق الزوج، ما هي حقوق الزوجة. القرآن يقول ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، فيغلب في الزوجات في مجتمعاتنا. ولستم أنتم مقصودين بالكلام، أنتم طلاب علم ما شاء الله وطالبات علم، ولكن في مجتمعاتنا هكذا الغالب. نعم، جهل في الأحكام الشرعية يؤدي إلى خلاف وإلى نزاع في المعاملات في البيع في الشراء، بل حتى في العبادات. ربما أنا أحيانا أبالغ بالقول فأقول لعل 50% على الأقل من المصلين صلاتهم باطلة بسبب أنهم يفعلون أشياء تخل بالصلاة وهم لا يعرفون حكمها الشرعي، هل هي مفسدة للصلاة أم غير مفسدة؟ ما هي الواجبات التي ينبغي أن نحافظ عليها في الصلاة؟ قد يجهلون بعضها ويؤدي ذلك إلى بطلان صلاتهم. هذا إلى جانب المعاملات، فجهلهم في المعاملات أكثر فأكثر. ولذلك اختيار المعهد دورة في الفقه فهذا شيء حسن ودليل على حسن اختيارهم لهذا الأمر. طبعا كما قلنا الفقه كلمة الفقه عامة فتتناول كل الأحكام الشرعية، ونحن عرفنا وعلمنا ودرسنا على شيوخنا أن هنالك مذاهب فقهية. هذه المذاهب الفقهية انتشرت في البلاد الإسلامية والتزمها أكثر المسلمين، أو إذا لم نقل كل المسلمين، الغالب كل المسلمين، قليل جدا أولئك الذين لم يلتزموا المذاهب الأربعة. طبعا كلمة المذهب لا تعني الدين، المذهب الطريقة، المنحى الذي انتحاه الإنسان يسمى مذهبا. فهؤلاء الأئمة بذلوا قصارى جهدهم، يعني أبعد ما عندهم لاستنباط الأحكام الشرعية، توصل كل منهم إلى حكم بناء على الفهم الدقيق والعميق كتاب الله تعالى وسنة رسوله المصطفى عليه الصلاة والسلام. ولذلك يكرر القول كل من رسول الله ملتمس، حين نتكلم عن المذاهب نقول كل من رسول الله ملتمس، يعني يلتمس الأحكام من رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي بين كتاب الله عز وجل وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليه، ما نزل إليه، وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، وما ينطق عن الهوى
النصارى اجتهدوا وتوصلوا إلى أحكام. نحن نقول الآن حين نقول المذهب الشافعي مثلا أو المذهب الحنفي أو المذهب الحنبلي أو المذهب المالكي لا يعني ذلك قول شخص وهو الشافعي رحمه الله تعالى أو أبو حنيفة رحمه الله تعالى أو مالك رحمه الله تعالى أو أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى، إنما تعني كلمة الفقه الشافعي مثلا المدرسة الشافعية، المدرسة الشافعية. الفقه الحنفي المدرسة الحنفية، الفقه المالكي المدرسة المالكية، الفقه الحنبلي المدرسة الحنبلية. ماذا أعني بكلمة مدرسة؟ أعني أن العلماء أخذوا تناقلوا أحكام المذهب الشافعي مثلا ولد في عام 150 ووضع الأحكام التي استنبطها، لما أبو حنيفة توفي في 150 وهنا بيقول نكتة يعني متعصبون للمذاهب لا تكونوا أنتم هكذا المتعصبون للمذاهب يقولون الشافعي خاف أن يولد قبل أن يموت أبو حنيفة فبقي في بطن أمه 4 سنين والحنفية يقولون هكذا والشافعي يقولون أبو حنيفة حين علم بولادة الشافعي مات هذا كلام يعني لا ينبغي أن يقال ولا أن يتمسك به والأولى أن نذكر الكلام الذي يقوله الأئمة بعضهم في بعض الشافعي رحمه الله تعالى يقول كل الناس عيال في الفقه على أبي حنيفة كل الناس عيال يعني إيش؟ يعني مثل الأبناء ومثل العالة يعني كأنهم ثقل على أبي حنيفة لأنهم استفادوا منه يعني كيف العائلة الأولاد ينفق عليهم أبوهم هكذا يقول كل الناس عيال في الفقه على أبي حنيفة. نعم الإمام أحمد رحمه الله تعالى يقول لابنته لو كان أبوك شعرة في بدن الشافعي لكان ذلك فضلا له. وهكذا يقدر العلماء الأئمة بعضهم بعضا. نعم ويقال بأن الشافعي رحمه الله تعالى صلى في مسجد أبي حنيفة في العراق صلاة الفجر فلم يقرأ في الفجر أدبا مع أبي حنيفة رحمه الله تعالى الذي لا يقول في القنوت. الله تعالى أعلم بهذه الأقوال. على كل حال كلمة مدرسة تعني كما ذكر هذا الإمام اجتهد جاء تلامذته فهذبوا أقواله وجاء من بعدهم فهذب أقوالهم وجاء من بعدهم فهذب أقوالهم إذن على الأقل 1200 سنة فهذه المذاهب تهذب هذه الأقوال تهذب. الآن نقول مذهب الشافعي وقد يكون مخالفا لقول الشافعي بالذات قد يكون قول مثلا الرافعي قد يكون قول النووي قد يكون قول ابن حجر نعم الهيثمي او العسقلاني فقد يكون مخالفا بالذات لقول الشافعي وماذا نقول مذهب الشافعي يعني المدرسه الشافعيه. من هنا نختلف يعني مع بعض الناس الذين يريدون او الذين ينتقدون المذاهب يقول ايش شافعي وايش حنفي وايش حنبلي وايش مالكي دين ليس حنفيا ليس شافعيا نقول لهم هذا كلام خطا نحن لا نقول هذا هو الدين كل هذه المذاهب هي الدين وهي من الدين لكن فرق بين قول شخص وبين قول مدرسه
مدرسة توالى عليها آلاف العلماء، آلاف العلماء الناطحون يدرسون الفقه المقارن، ونقرأ بكتب الموسعة، خاصة كتاب المجموع النووي رحمه الله تعالى، نقرأ كتاب المغني لابن قدامة، نجد كيف أنهم ينقلون أقوال المذاهب ويناقشونها ويستدلون، وربما يعني أحيانا يرجح بعض أئمة المذهب قول مذهب آخر. النووي رحمه الله تعالى له في مواضع كثيرة يقول هذا هو المذهب وإن كان الدليل بخلافه، هذا هو المذهب وإن كان الدليل بخلافه، هذا القول المفتى به في المذهب وإن كان القول غير المفتى به أصح دليلا، أصح دليلا. فهذا كله يدل على نزاهة هؤلاء الفقهاء وعلى إخلاصهم وعلى حرصهم أن يبينوا للناس أحكام الله عز وجل على الوجه الصحيح والوجه السليم. طيب إذا نحن لماذا لا مثلا ندرس كتابا في الفقه الشافعي؟ لماذا مثلا بعض المعاهد ربما لا يستدرس كتابا في الفقه الحنفي؟ يعني يخطئ كثيرا، وأنا يعني درست في جامعات عديدة درست كما ذكر الأستاذ الشيخ رحمه الله، أنا كنت في كلية الشريعة طبعا إلى ذهبت إلى قطر في عام 2000 و 2003 أصبحت متقاعدا بالنسبة للوظائف الرسمية. نعم، ودرست في قطر، درست في الأردن في جامعة اليرموك في إربد، الآن أنا متعاقد مع جامعة العلوم الإسلامية العالمية، ما شاء الله هذا المعهد يصبح جامعة، إن شاء الله هذا المعهد يصبح جامعة، جامعة العلوم الإسلامية العالمية إن شاء الله يكون منها أيضا يعني هذا الأمر. نعم، ذهبت يعني كما جئتكم زائرا إلى عدة أماكن، إلى الجزائر، إلى الشارقة، إلى دبي، إلى القبر، يعني ذهبت إلى جامعات كثيرة، فكنت دائما أقول لهم حين يقررون كتب في الصفوف الأولى خاصة الفقه المقارنة، أقول لهم أنتم تثقلون كاهل الطلاب في هذه الأقوال المتعددة في دراسة المذاهب والأقوال المتعددة، وهم بعد لم يتمكنوا في مذهب واحد، فالأصل أن يتمكن طالب العلم في مذهب، الأصل أن يتمكن في مذهب، ولا يعني ذلك التعصب لهذا المذهب، اختر المذهب الذي تريد، لكن يعني أمر طبيعي أنت الآراء تختلف ووجهات النظر تختلف، فربما معهدا مثلا ربما معهد يقترح أو يلتزم تدريس مثلا الفقه الشافعي، معهد آخر يلتزم تدريس الفقه الحنفي، وهكذا في الغرب مثلا عندنا في الغرب العربي مثلا الجزائر، تونس، المغرب يدرسون المذهب المالكي، يدرسون المذهب المالكي، فلا بأس نتقن المذهب، نتقن المذهب نقرأ أكثر من كتاب، هذا كتاب متن الغاية والتقرير كما تعلمون يعني هذا كتاب ابتدائي مثل كتاب ابتدائي، لكنه يجمع الأحكام في غاية الاختصار كما قال يعني من أجل أن تحفظ. يعني قديما كانوا يختصرون الكلام، يختصرون الكلام ليحفظ. ربما نحن ننقذهم الآن، نقول يا أخي هذه ألغاز، ألغاز يعني تحتاج إلى إيضاح، تحتاج إلى بيان، فلعلهم يجيبوننا في قبولهم الملأ الأعلى، أوضح أنت، اشتغل أنت، كم ترك الأول للآخر، وإن كان بالمقابل في عبارة ما ترك الأول للآخر، ما ترك الأول للآخر.
أسلافنا بحثوا كل شيء، بحثوا كل شيء، نعم، لكن في نفس الوقت تركوا لنا أشياء كثيرة. هذا رب الغاية والتقريب له عديد من الشروع، له عديد من الشروع، نعم. مثلا كتاب الإقناع الخطيب الشربيني شرح له، نعم، الكفاية الحصني شرح له، النهاية، نعم، كتب كثيرة شرح. وأنا يعني ألهمني الله سبحانه وتعالى أن أقوم بهذا العمل وهو استخراج الأدلة، كان سببه وجود بعض الإخوة هداهم الله تعالى وإيانا وأصلحنا جميعا الذين يوجهون النقد إلى المذاهب، أما هذه أقوال ليس لها أدلة، أقوال ليس لها أدلة، يعني الشافعي وحنيفة مالك الإمام أحمد رحمه الله تعالى قالوا هذه الأقوال هكذا من آرائهم، يعني من تيمهم أتوا بها، كيف وهم أتقى الناس وهم أوعى الناس وهم أعلم الناس بالكتاب والسنة وأقوال الصحابة وأقوال التابعين، كيف؟ لكنهم اختصروا لنا لنحفظ، حتى إذا حفظنا نبحث عن شروح هذا الذي حفظناه فيبقى العلم في ذهننا. من حفظ حجة على من لم يحفظ، من حفظ حجة على من لم يحفظ، نعم. فكان بعض الإخوة كما قلت بعض الناس يوجهون نقدا للفقه بأنه ليس له أدلة، وكان كتاب الغاية والتقريب يقرأ في أكثر مساجد دمشق، يقرأ الطلاب في أكثر، بل في كل مساجد دمشق التي تدرس المذهب الشافعي، في أكثر، فلا نقول أكثر، يعني لأن بعض الأماكن يعني يكون في الفقه الحنفي في دمشق خاصة ينتشر المذهب الحنفي والمذهب الشافعي، نعم. وكل منطقة، كل محلة، كل بلدة ينتشر فيها المذهب الذي يعني هو مذهب طالب العلم الذي أقام في هذا المكان خطيبا مدرسا فيعلم ما تعلم فينتشر المذهب، نعم. المذهب الحنفي الحنبلي والمالكي قليل، يعني انتشاره قليل في دمشق عندنا، في سوريا عامة وفي دمشق خاصة. فإذا كان هذا الكتاب الغاية والتقريب يقرأ في المساجد ويوجه في النقد، فأنا أردت أن أقول للناس، نعم، هاؤم اقرأوا كتابية. أخذت هذا الكتاب الغاية والتقريب ووضعت عليه، لذلك تجدون عنوان التذهيب، وبينت في المقدمة لماذا سميته التذهيب، لأن الأدلة كخيوط ذهبية تنتظم الأحكام الشرعية، التذهيب من الذهب، لأن الأدلة عبارة عن إيش؟ خيوط ذهبية تنتظم الأحكام الفرعية، سميته التذهيب. ولاحظوا العنوان في أدلة، ولم أتعرض للشرح كثيرا، وإنما قلت في المقدمة الشروع كثيرة، وأنما يعنيني الآن أن أقول لهؤلاء الذين يجهلون فقه المذاهب، يعني احترموا أنفسكم واعتذروا إلى أصحاب المذاهب، واعلموا بأن أصحاب المذاهب لا يقولون حكما شرعيا إلا وله دليل، كما سنرى إن شاء الله تعالى كيف أنه ما من حكم إلا وله دليل، ومن الكتاب أو السنة أو من الكتاب والسنة وبعض المراجع الأخرى، الأدلة الإجمالية الأخرى التي ذكرناها من القياس والإجماع وما إلى ذلك. إذا يعني الأصل أن يتمكن طالب العلم كما أشرت في مذهب معين، لكن يعني حين يصبح مثلا إماما
في بلدة، في حي، في قرية، ينبغي أن يكون لديه اطلاع دبي معي. وأظن في المعهد هنا تدرسون ما يسمى فقه يعني المقررات. أنا أقولها، أقول يعني كنت أقول الجامعات، وحتى حين أؤلف لهم أختصر، لا أكتب عن المزايا الأربع، أقول لهم درسوا أعطوا الطلاب مذهبا بشكل جيد قوي في السنوات الأربع التي يدرسها، ثم أعطوه مقررا أو مقررين في الفقه المقارن في المسائل التي يحتاج إليها كثيرة، حتى يعني يصبح لدى طالب العلم ملكة فقهية يستطيع بها أن يتعرض للفتوى، يتعرض بها أو حين يتعرض لأسئلة الناس. فلذلك هي عبارة أنا أقولها، ما أدري إذا كانت يعني قال غيري أنا اخترعتها، أقول فقه الواقع، فقه الواقع. وذكرت بالأمس لإخواننا أننا في سفرنا هذا احتجنا أن نقرب، نعم احتجت أن أخذ بقول من يقول بالمسح على جواري وإن كنت لا أقول لي، لكن احتجت إلى هذا، نعم، واحتجت لأن أخذ برأي الحنفية في الصلاة الطاهرة إلى أي اتجاه، نعم، ولا يعني وإن كنت أعدت هذه الصلوات، أعدت هذه الصلوات لوافق يعني المذاهب كلها. إذا تحتاج لأننا ما تيسر لنا في السفر، ما تيسر لنا أن نتوضأ كما ينبغي، وما تيسر لنا أن نصلي الأوقات. وأنا أنتقد كثيرا في بلدنا، أنتقد شركات الطيران وشركات الركوب، لماذا لا تنتبه إلى الصلوات؟ تضعون يعني مثلا من دبي تضعنا أي ساعة قبل الفجر؟ قبل الفجر بنصف ساعة. طيب يا أخي آخر ساعة دعونا نصلي الفجر، هكذا. فأنت كطالب علم حين تكون في بلدة ما، في قرية ما، في حي ما، حي يعني منطقة من بلد كبير، أنت في حاجة إلى أن يكون لديك اطلاع على المذاهب الأخرى، على الأقوال الأخرى، حتى لا تضيق على الناس. الآن أنا في دمشق، بل في سوريا، واعتبر مفتي الطلاق، مفتي الطلاق، فيأتيني من حلب، حمص، حماة، نعم، وهي هذه محافظات خارج دمشق، ومن أنحاء دمشق فتاوى في الطلاق، لا يذهبون إلى المفتي العام وفي الجمهورية ولا إلى المفتي الموظف رسميا. أنا لست مفتيا، لست موظفا مفتيا، نعم، ولكن عمليا أصبحت إيش؟ المفتي في الطلاق. لماذا؟ لجهل الناس بأحكام الشريعة، فيكثرون من الحي في الطلاق، فأفتيهم على أقوال ابن حزم، ربما في قول الشيعة أحيانا، أفتيهم ربما أحيانا في قول سعيد بن المسيب. لماذا؟ يعني أجد أن هذا الإنسان جاء أجهل ما يكون في الدين، فالذي عبارة أقولها أجهل من نفسه يوم ولدته أمه، أجهل من نفسه يوم ولدته أمه، كم يكون جاهلا ليس عنده شيء. ويظن أن كلمة الطلاق كلمة هكذا، وله أسرة وله عائلة وله. طيب أنا إذا يعني أفتيته برأي سعيد بن المسيب، أقول أنا خالفت الدين سعيد بن المسيب من التابعين، والإمام الشافعي يقول قوله على الرأس ولا عنه، ولكن اجتهد فخالف مذهبه.
يعني مثلا. فطبعا قبل كل شيء كما قلنا نتمكن من المذهب، والاولى ان نلتزم المذهب، ان نلتزم المذهب لكن دون تعصب. يعني حصل في التاريخ مثلا دوله من الالوان التعصب، ربما نجد بعض الكتاب يقول ليس للشافعي ان يتزوج بحنفيه، او ليس للشافعيه ان تتزوج بحنفي. هذا كلام غير مقبول، هذا كلام مرفوض. فكلهم كما قلنا للرسول الجاري ملتمس هذا عالم وهذا عالم، لكن الاولى ان تكون العباده خاصه والاعمال ايضا الاخرى ان تكون موافقه لكل المذاهب والعلماء، ليست لي الحقيقه انما اخذت عن العلماء عباره، نعم، العباده المتفق عليها خير من العباده المختلف فيها. العباده المتفق عليها خير من العباده المختلف فيها. اعطيك مثالا، مثلا انت شافعي مثلا، إذا خرج منك دم من إصبعك من أي موضع من بدنك لا ينتقد وضوءك، صح؟ في المذهب الشافعي لا ينتقد وضوءك، فأنت توضأت ووقفت لتصلي، استعملت السواك، خرج من جسدك شيء من الدم، يا ترى أيهما أولى، أن تغسل هذا الدم وتعيد وضوءك وتصلي أم أن تصلي رأسا؟ لا، الأولى أن تعيد وضوءك، لأن صلاتك هذه يقول لك ثلاثة مذاهب صلاتك باطلة. ثلاثة مذاهب يقولون لك صلاتك باطلة لأنه خرج منك دم، وخروج الدم من أي موضع من البدن ينقض الوضوء. لكنك لو صليت نقول لك صلاتك باطلة مطلقا؟ لا، المذهب الشافعي صلاتك صحيحة. توضأت وأنت حنفي المذهب مثلا، أو توضأت ولبست ثيابك وأنت شافعي المذهب، وأردت أن تلبس ثيابك، جاءت الزوجة جزاها الله خيرا وألبست الجبة أو ناولتك الطاقية، ها، قلنسوة أو شيء، فرأس إصبعك لمس يدك، وأنت الآن مضطر تريد أن تخرج إلى الصلاة، ليس عندك وقت، فماذا تفعل؟ تذهب وتصلي أم لا؟ تقلد المذهب الحنفي، تقلد المذهب الذي بس ثلاثة مذاهب، المذهب الحنفي مطلقا لمس المرأة لا ينقض الوضوء. في المذهب الحنفي، في المذهب المالكي إذا حصلت لذة، في المذهب الحنبلي إذا قصد اللذة، إذا قصد أو المذهب المالكي إذا قصد اللذة، في المذهب الحنبلي إذا وجد اللذة. أي أنت ما وجدت لا لذة ولا شيئا من هذا وحدث ذلك صدفة، فماذا تفعل؟ تصلي. لكنك لو توضأت أعدت وضوءك وصليت، يعني في المذهب الشافعي صلاتك باطلة، أليس كذلك؟ لو أعدت وضوءك وصليت أليس أفضل؟ أفضل. هذا معنى قولهم العبادة المتفق عليها أولى من العبادة المختلفة فيها. فلذلك نحن دائما نوجه الناس أنه هذا أفضل، هذا أولى. لكن أنت كطالب علم، كما كررت قولي في منطقة ما، أنت مرجع للناس، فينبغي أن لا تشدد عليه، تقول له الأولى لك أن تعيد صلاتك وأن تعيد وضوءك، لكن لو صليت صلاتك إيه صحيحة وهكذا. إذا نحن في حاجة إلى أن نتمكن، ملخص القول، أن نتمكن في مذهب من المذاهب، وفي حاجة خاصة في الأمور التي هي أكثر وقوعا، أكثر وقوعا في الحياة، نعم، أن نطلع على المذاهب الأخرى، ولا يعني ولسنا دائما نفتي
الناس بما يسر؟ لا، يعني نشكي الناس بالأورع والأحسن، لكن عند الضرورة، عند الحاجة، نشكيهم بالأيسر، حتى أيضا لا نقع في قول من قال يعني تتبع الرخص ضعف في الدين. وهذا بعض الناس، فهي في المذهب الشافعي نقد لبس المرأة لا يقدر، في المذهب